ما زال الحلي بافتراءاته وأكاذيبه ورجيفه كما نقل عنه ابن تيمية، نقل عنه ابن تيمية في كتاب منهاج السنة، وهو ما زال يرد عليه. فصل في إبطال دعوى الرافضي دلالة آية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أنها دلالة على إمامة علي. الناس يعني هؤلاء الرافض الخبثاء، يقول الرافضي الخبيث الحلي: البرهان الثامن قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. أنتم شوفتوا تتعقبون ما في آية واحدة تدل على إمامة علي بن أبي طالب. يقول: ما في آية واحدة تدل على ذلك، وهو يذهب يمينا ويسارا ويأتي بالأحاديث المكذوبة. يقول: قال الثعلبي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة خلف علي بن أبي طالب لقضاء ديونه ورد الودائع التي كانت عنده، وأمره ليلة إلى الغار، خرج إلى الغار وأمره ليلة خرج إلى الغار وقد أحاط المشركون بالدار أن ينام على فراشه. قال له: يا علي، اتشح ببردي الحضرمي الأخضر ونم على فراشي، فإنه لا يخلص إليك منهم مكروه إن شاء الله تعالى. ففعل ذلك، فأوحى الله تعالى لجبريل وميكائيل أني قد آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر الآخر، فأيكما يؤثر صاحبه بالحياة؟ فاختار كلاهما الحياة، فأوحى الله إليهما: ألا كنتما مثل علي بن أبي طالب؟ آخيت بين وبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة. بالله عليكم، هذا يكون هذا حديث مثل هذا؟ الله المستعان. اهبط إلى الأرض فاحفظاه من عدوه. فنزل، فكان جبريل عند رأسه وميكائيل عند رجله، فقال جبريل: بخن بخن من مثلك يا ابن طالب، يباهي الله بك الملائكة. فأنزل الله تعالى على رسوله وهو متوجه إلى المدينة في شأن علي: ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله. وقال ابن عباس: إنما نزلت في علي لما هرب النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين إلى الغار، وهذه فضيلة لم تحصل لغيره، تدل على أفضلية علي على جميع الصحابة. هذا كلام كما قلت افتراءات، وأيضا الثعلبي كتابه مليء بالكذب والافتراءات، والرجل حار وكار ليأتي بشيء يعني على الأقل يقوي جانبه على ما يقول ويتبنى في مسألة علي بن أبي طالب. الجواب منه من وجوه: أحدها المطالبة بصحة النقل. أنت الآن مجرد نقل الثعلبي وأمثاله، الثعلبي كما قلت كتابه مليء بالكذب والافتراءات والموضوعات والإسرائيليات، لم يأتي بشيء زعمه قط، لم يأتي فيه بإسناد، لم يأتي بشيء زعمه قط، لم يأتي فيه بإسناد. أمر عجيب جدا. نعم، والجواب من وجوه كما قلت: لا نريد إسناد القصة، نريد إسناد هذا الحديث. فأين الإسناد؟ أين الإسناد؟ ثانيا، أن هذا الذي نقله من هذا الوجه كذب باتفاق أهل العلم بالحديث والسيرة والمرجع إليهم في هذا الباب. والثالث، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر هو وأبو بكر إلى المدينة لم يكن للقوم غرض في طلب علي بن أبي طالب، إنما كان مطلوبه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وجعلوا في كل واحد منهما ديته لمن جاء به، كما ثبت ذلك في الصحيح. 100 من الإبل، لذلك سراقة كان يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا يستريب أهل العلم أن وترك علي في فراشي لا يظن أن السلام في البيت، فلا يطلبوه، فلما أصبحوا وجدوا عليا فظهرت خيبتهم ولم يؤذوا علي بشيء، وهو ليس مطلوبا لهم، بل سألوه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم أنه لا علم له. أرجع إلى الحلي وهذا الرافضي الخبيث الكذاب الذي يقول بأن الآية في قول الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه وابتغاء مرضات الله، أن هذه لبيان علي بن أبي طالب، وأن علي بن أبي طالب جلس مكان النبي صلى الله عليه وسلم وفداه بنفسه، وجاء جبريل يحافظ عليه وميكائيل أيضا، وكل هذه من الأكاذيب والأراجيف. والثعلبي ينقل كل الأكاذيب والموضوعات في هذا الباب، وقلنا الإسناد لا إسناد لهذه القصة، وأيضا لا يستريب أهل العلم قط أن المطلوب كان في مسألة الهجرة هو النبي وأبو بكر رضي الله عنه وارضاه، لأن أبو بكر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للفدة، هذه لا تجعله هو أولى الناس بالخلافة، لأنه كل الصحابة كانوا يفدون النبي صلى الله عليه وسلم بحياتهم، وقد قال الله تعالى: ما كان أهل المدينة ومن حولها من العرب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. طلحة بن عبيد الله، طلحة الخير في أحد، التف المشركون حول النبي صلى الله عليه وسلم وأحاطوا به كحاطة السوار بالمعصم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فقام طلحة بالسيف يصد السيوف ويقاتل حتى سقط السيف من يده فصد سيوف بيده هكذا، وقال: نحري دون نحرك يا رسول الله. وسعد بن أبي وقاص رمى بالنبل على جميع المشركين الذين كانوا أمامه، والنبي يقول: فداك أبي وأمي. فالكل يفدون النبي صلى الله عليه وسلم بأرواحهم، ليست المسألة خاصة بعلي بن أبي طالب فقط. أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما اتشح ببردي هذا الأخضر فلم نام فيه، فإنه لن يخلص إليك
من واحد على قول، يعني فوعده هو الصادق أنه لا يخلص إليه مكروه، وكانت طمأنينته بوعد النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة ليست أنه أنت إمام الأمة وأنت الخليفة بعدي. والرابع في الرد عليه أن هذا الحديث من في الدلائل على كذبه ما لا يخفى، فإن الملائكة لا يقال فيه مثل هذا الباطل الذي لا يليق بهم، وليس أحدهما جائعا فيؤثره الآخر بالطعام، ولا هناك خوف يؤثر أحدهما صاحبه بالأمن، فكيف يقول الله تعالى لهما أيكما يؤثر صاحبه بالحياة؟ أعوذ بالله. ولا المؤاخاة بين الملائكة أصلا، بل جبريل له عمل يختص به، ومكائيل له عمل يختص به، إسرافيل له عمل يختص به، وكلهم تحت قول الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخي عليا ولا غيره، بل كل ما روى في هذا كذب. وحديث المؤاخاة الذي يروى في ذلك مع ضعف وبطلان، إنما فيه مؤاخاة له في المدينة هكذا روى الترمذي، فأما بمكة فمؤاخاة له باطلة بالتقديرين. وأيضا فقد عرف أنه لم يكن فدى بالنفس ولا إيثار بالحياة باتفاق علماء النقل. والدليل والرد عليه السادس من الوجه السادس، هبوط جبريل وميكائيل لحفظ واحد من الناس من أعظم المنكرات، فإن الله يحفظ من أشاء من خلق بدون هذا، وإنما روي هبوطهما يوم بدر للقتال، وفي مثل تلك الأمور العظام، ولو نزل لحفظ واحد من الناس لنزل لحفظ النبي صلى الله عليه وسلم والصديق، ولكن حفظهم الله تعالى حين هاجروا. السابع في الرد عليه أن هذه الآية في سورة البقرة هي مدنية بلا خلاف، وإنما نزلت بعد الهجرة، هجرة المدينة النبي للمدينة، لم تنزل وقت هجرته. وقد قيل أنها نزلت لما هاجر صهيب وطلبه المشركون فأعطاهم ماله وأتى المدينة، فقال له النبي ربح البيع بايح، قال خذوا المال واتركوني إلى النبي، ففعلوا ذلك فقال ربح البيع بايح. وهذه القصة مشهورة جدا في التفاسير. والوجه الثامن في الرد على الحل الكاذب أن قوله هذه فضيلة لم تحصل لغيري، فدل على أفضليتي فيكون هو الإمام، فيقال لا ريب أن الفضيلة حصلت لأبي بكر في الهجرة لم تحصل لغيره من الصحابة في الكتاب والسنة والإجماع، فتكون هي الأفضلية الثابتة له دون عمر وعثمان وعلي وغيره من الصحابة، فيكون هو الإمام. فهذا الدليل هو الدليل الصادق الذي لا كذب فيه، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرج الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. وهذه فضيلة لأبي بكر وليست غيره، تجعله هو الأحق بالإمامة والأحق بالخلافة. هذه جزئية رد على هذا الخبيث الحلي الكاذب المفترى. وعلي بن أبي طالب إلى الآن لم يستطيعوا أن يأتوا بآية واحدة تثبت ولاية علي بن أبي طالب على ما يقولون بولاية التكوين، ونسأل الله رفعه أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. باقي الدروس إن شاء الله تكون في الليل. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. نستأذنكم الآن. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.